الزفاف من مظاهر الاحتفال اللي تختلف من ثقافة إلى أخرى، ولكن الأكيد إنها في مجتمعنا الخليجي تعتبر من الاحتفالات المكلفة جدا. حقيقي كل شيء بخصوص الزواج أو تنسيق حفل الزواج بيكون مكلف. عشان كذا زميلنا مبارك الكويكبي سألكم مشاهدينا، هل تقبل تتزوج بدون إقامة فرح؟ خلونا نسمع إجاباتكم ونرجع نعلق عليها أنا ومها. حياكم الله مشاهدينا، يقول رأيك اليوم حابين نسأل الناس هل ممكن أنك تتزوج بدون إقامة فرح أو لا؟ أيضا التكاليف هذه من راح توديها؟ خلونا نشوف مع بعض اليوم الجمهور إيش قالوا. نعم. إيش السبب؟ اختصار وأفضل أنه يكون بين الزملاء والأهل، خلاص لازم إقامة فرح ونجيب مثلا صرفيات فوق الصرفيات اللي تبذير نعمة. بس نعم أقبل. دون التكاليف وين بتوديها؟ التكاليف والله يا أخي نسافر فيها، نغير جدول، نروح كذا نستفيد منها أكثر. سهل. ما تتوقع المدام راح تزعل؟ لا إن شاء الله ما راح تزعل، نزبطها مع بعض ونروح نقنعها مع بعض. إن شاء الله الأمور تزين يعني. المدام المستقبلية ترى من الحين مو ناوي فرح. إي مو ناوي، ناويين فرح بس الفرح الأكثر بعد الزواج، نطلع نسافر نروح نجي. الواحد لازم يغير جو يا الله. يقول لك الجود من الموجود يا أخي، خليك بسيط تمشي حياتك. طبعا لا. ليه؟ لازم فرح وعزم العالم كلها وزواج كبير مرة يكون يعني أقل من غيري. أوكي طيب. النظام كذا لازم، وعادات وتقاليد لازم فرح كبير زين عزم الرياض كلهم بعد. لا سبب ليلة عمر لازم انك تعيشها يعني تشارك الجميع في الفرحة. طيب حول التكاليف مثلا الى شهر عسل او الى شراء هدية للزوجة. يعني انت ما تمقدم الموضوع هذا لان شاء الله عندك مجال كذا وكذا. لا طبعا. سبب؟ السبب لازم افرح اهلي وجيراني واصحابي. الفرحه ما تبقاش فرحه بدون الاهل. بس في مثل عندنا في مصر يعني بيقول لك العروسه للعريس والجري للمتعيس. المتعيس دول اللي هم ايه؟ المعازيم. كده كده العريس هيفرح هو وعروسته، مش مشكله الفرح، بس المهم ايه؟ تعمل اكل وليله جميله الناس تفرح لك ودي بالدنيا واللي فيها. الواحد بيستنى الفرح عشان يرقص ويتنطط، وفي فرح من غير الكلام ده ما ينفعش. لا طبعا. ليه؟ لانه شيء اساسي. طيب لو قالك باخذ تكاليف العرس كامل وحولها لحسابي. لا لازم حفل، لازم عرس. مره صامله؟ اكيد. والله انا شخصيا اشعر انه هذه ليله في العمر ولابد انها تكون ليله تستحق انها تؤرخ، لكن بغض النظر انه يصير فيها زواج مكلف ولا يكون زواج بسيط، لكن احب ان تكون الليله هذه مميزه. طبعا طبعا يعني انا شخصيا من الناس اللي يعني اتفق مع احد اللي قالوا هذا يوم مميز، وفعلا الواحد لازم انه يفرح، والفرحه ما تكمل الا مع الاهل والاصدقاء والناس اللي يهمونك وتهمينهم في حياتهم. انا مع انه الواحد يسوي فرح بسيط او زواج بسيط هو ينبسط فيه، خصوصا يمكن عندنا احنا في مجتمعنا يمكن اكثر الزواجات الكبيره ترى اغلب العرايس ما ينبسطون. صحيح ما ينبسطون، يعني تيجي بس كذا تكون كاشخه وشكلها حلو وجميل لكن مو مره تنبسط. لكن كل ما كان بسيط كل ما كان يعني العائله القريبين والاصدقاء المقربين كل ما انبسطت، وحتى هو حتى الزوج طبعا هذا الكلام كمان ينطبق على الزوج. لا اكيد لازم يكون في زواج، اكيد لازم يكون في فرح انه الكل ينبسط ويستمتع فيه صراحة. ما تحس انه كفاية خاصة الواحدة تملك تلبس فستان ابيض وتروح مع زوجها على البيت كذا، وثاني يوم ثالث يوم يسافروا هانيمون مرة حلو؟ طبعا هي آراء بس انا شخصيا ما اعرف، انت كيف تشوف الموضوع؟ ما يعني لا احس لا في شيء ناقص. صح في شيء ناقصه. بس احنا يمكن من الاخطاء اللي الاحظها واني احب اني اعلق عليها خصوصا في موضوع الزواجات عندنا، زي ما ذكرتي مها الزواج ما يكون للعروسه، دائما الزواج لاهل العريس واهل العروسه. هي تجيك ساعه ساعتين تنزف تقعد ما تتحرك ما ترقص عشان عيب عشان تبين خفيفه كذا، واللي بينبسط في الليله كلها يعني ام العريس وام العروسه هم اللي بينبسطوا اكثر. انا ماني ضد، فعشان كذا دائما اقول فعليا هل الزواج هو للعروسه ولا للأهل للمعازيم والضيوف؟
لا للعروس اكيد، بس اللي بيصير واقعيا للاسف واقعيا زي ما قلتي. بس يعني انا اقصد شوفي رؤى، كل ما كان بسيط زواج، يعني انا حضرت زواجات مره كبيره وازعل على العروس انها يعني عيوني هي قاعده كذا يعني حرفيا، وزواجات بسيطه او عائليه جدا، فمره العروس تنبسط، ترقص مع خواتها، ترقص مع امها، ترقص مع حماتها، تجلس معهم، تتعشى معهم، تشوفهم، يشوفونها، يباركون لها. يعني حتى في بعض الزواجات الكبيره ما يمديك تباركين للعروس من كثر الزحمه ومن كثر الرسميه ومن كثر ما هي مستعجله ومتوتره ومن يعني انا حتى احس يعني من الاشياء السلبيه في الزواجات الكبيره ان نفس العروس تتوتر، نفس العروس يكون عليها ضغط، يعني يعني هي اللي تعرفهم في العرس كلهم 50 والباقيين 950 هذول هي ما تعرفهم ولا قد شافتهم في حياتها، يكون الزواج فعلا لهم او يكون الاحتفال هذا لهم. فانا اشوف انه الاحتفال لابد منه، لكن دائما اقول بالعكس، حتى لو عندك يعني حاطه انت بادجت معين والبادجت هذا مرتفع وعالي للزواج، حلو انه يكون الناس اللي فعلا قريبه، الناس اللي فعلا تمونين عليهم ويحبونك يتمنوا لك الخير، راح يكون اوسع صدر واونس، وهي راح تنبسط وهو حتى راح ينبسط. يعني كل حاجه زي ما كنا بنقول قبل شويه في المقدمه مها يخص الزواج يكون مكلف، يعني حتى الميك اب اقل حاجه نبداها من البدايه، الميك اب، ميك اب عروسه 1500، ميك اب عادي سهره 500، يفرق. اي شيء ليه علاقه بعروسه السعر يصير يعني والله العظيم مضروب في ثلاثه، هذا شيء ترى يزعل على فكره. ذكرتيني بسالفه مره تضحك لكن انا بشاركها معكم. لا في فعلا في سالفه ما ادري اذا احنا حكينا فيها، المهم قبل فتره بسيطه مر علي كذا يعني سيناريو معين على السوشيال ميديا انه في واحده ميك اب ارتست اظن في احد من الدول العربيه ميك اب ارتست، لما عرفت السالفه صح؟ عرفتها اي بس عرفت واضح انك عرفت السالفه. الميك اب ارتست هذه يا جماعه طبعا اللي هي اللي تسوي المكياج، جتها واحدة بسيطة قالت لها يا فلانة أنا حابة أنك تعملين لي مكياج، قالت لها أوكي إيش المكياج؟ قالت لها سوي لي مكياج حق يعني عزيمة أو حق سهرة. فدفعت لها مبلغ معين أظن 500 أو 1000 دفعت لها وسوت لها المكياج، طلع جميل جدا. اكتشفت الميك اب ارتست أو اللي سوت لها المكياج اكتشفت بعدين أنه اللي طلبتها عروس، طلعت عروس ويوم فرحها بس انها ما قالت لها. طبعا راحت سوت مشكله وقالت لها مكياج العروس ب 5000. قالت لها تمسحين المكياج هذا، انت ما قلتي لي انك عروس، تغسل وجهك، انت ما قلتي لي انك عروس. طبعا الحاصل في الموضوع كانت السالفه على السوشيال ميديا كانت ترند وكان يعني الناس يتداولونها بشكل كبير، كان مضحك يعني ما بين مؤيد وما بين معارض، يقول لك لا انت غشيتيها، انا ما غشيت. وين غشيتها؟ ما هي نفس اليد ونفس الميك اب ونفس هنا يرجع موضوع الاستغلال. هي رجعنا موضوع استغلال، استغلال واضح وصريح. يعني عشانها عروس، طيب انت مالك علاقه، انت اللي حاسبك عليه هو وقتك وجهدك وكميه الميك اب اللي انت استخدمتيها. ففعلا في بعض المواقف كذا تبين لك ان الناس ما تصدق يعني هو أن يكون شيء وكذا والناس تقوم تقول لك لا هو مضطر على الزواجه هذه فلازم اني ادبر على الاسعار. انا احس انه حرام، هي ليه لو بتروح؟ حتى البنات اللي يعملوا فساتين ب 50 و60 و70 الف هي لبسها حتلبسيها كم ساعة؟ هي تبي تورثها الأجيال، والله ما حد بيوارث، أقسم بالله قصقصتها وعملتها، غيرت موديل الفستان تماما، يعني حتى شوية ممكن أخليه كوشنز وستاير، غيرت الموديل تماما. فأنا أقول إنه حرام مهما كان، مهما كانت هذه فرحة العمر وليلة العمر، لازم الإنسان بصراحة يدرس الأسعار، خصوصا لما نكون إحنا عارفين إنه خلال هذه الفترة أو كل شيء ليه علاقة بالزواج حيكون مكلف، والأسعار ما حتكون أسعار حقيقية، حتكون أسعار استغلالية. صحيح. فبس أنا هذا هو رأيي بصراحة، بس أنا ما أقول دائما للبنات لا تتنازلوا عن ليلة العمر، لأنه دائما حتكون فرحتكم ناقصة، افرحوا لكن افرحوا بشكل مناسب وتسوي بطريقتها والشيء اللي هي يسعدها. المبالغ هذه ما لها علاقة ولا هي يعني خلينا نقول مقياس أنه كم اندفع في الزواج، هذا ما هو مقياس أنه الزواج كان ناجح ولا كان ممل ولا كان سعيد ولا كان، هو الفرحة في قلب الإنسان وفي روح الإنسان مهما كان بسيط، لكن حولك الناس اللي أنت تحبينهم وفرحتيهم معك وشاركتيهم، هذا كل اللي يهم. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل ومن بعدها نكملين. بعد الفاصل مهارات تساهم في تحسين قدرة الإنسان على التعلم.